وللمزيد حول انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول رئيس اللجنة العليا لأسبوع القدس العالمي رئيس هيئة علماء فلسطين الدكتور نواف التكروري. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله أخي، الله يبارك فيكم، وأنا أنضم إليكم الحقيقة من غازي عنتاب حيث نتابع ما يجري لأهلنا ونعيش معهم هذا الظرف وفد علماء الأمة ووفد علماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومؤسسات علماء الأمة في جولة في موقع الزلزال لكي نكون مع أهلنا عن كثب وعن قرب، ندعم صمودهم ونهدي مما وقع هذا المصاب الأليم الذي حل بنا جميعا. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في تركيا وفي سوريا. نعم. وفي كل مكان وفي فلسطين، وأن يدفع عن الأقصى غائلة هذا العدو المجرم، وأن يبث فينا روح العمل والجد إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم دكتور. واسمح لي قبل أن ندخل في موضوع أسبوع القدس العالمي أسألك عن الأوضاع هناك وعن دور العلماء في بث روح الأمل وتصبير الناس على هذا المصاب أو في هذا المصاب الجلل، حيث يعني أن هذا المصاب هو أكبر حتى من قدرات بعض المجتمعات وبعض الدول. نعم صحيح. والله الوضع أخي يعني ليس مرة كمن سمع، لا شك أن الحدث المصيبة كبيرة والحدث جلل، ولكن الحمد لله وجدنا الناس صابرة ووجدنا حتى الإيثار. يعني نحن في هيئة علماء فلسطين سيرنا بعض المساعدات التي على قدر حالنا، ولكن بعض الذي جاء إلى الإخوة في تركيا قالوا يا ليتكم تذهبوا به لإخواننا في سوريا، فقلنا لهم أرسلنا هناك وهو هذا خاص موقوف من المحسنين عليكم. فقال بعض المحسنين الذين جمعوا شيئا قالوا هذا نعتبره من الذين أرسلوا، وهذه السيارة معبأة أرسلوها يا أخواننا في سوريا. فوجدنا الحمد لله الخير والإيثار في هؤلاء رغم نكبتهم ورغم المصيبة التي حلت بهم، وجدنا الخير الحمد لله في هذه الأمة عام. لا شك العلماء جاءوا كما قلت لكم وفد من العلماء الأمة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يضم عددا من العلماء من عدد من البلاد. نعم. حضروا وهم يتجولوا في البلاد في تركيا، وسيدخلون أيضا إلى سوريا بإذن الله تعالى لمواساة أهلنا والوقوف إلى جانبهم، ويحرضون على الدعم ويحركون بوسائل الإعلام ومن خلالكم ومن خلال إعلامكم المبارك. هذا أقول أناشد الأمة وكل من يسمع، لا أقول الأغنياء فقط بل كل بقدر طاقته. فهذا حدث كما تفضلت أخي قبل قليل هو أكبر من إمكانيات دولة أو حتى مجموعة دول، وهو كشف الحقيقة زيف كما جاء في بياننا الذي أصدرناه اليوم. علماء الأمة أصدروه من أجل افتتاح أسبوع القدس. نعم. الذي كان مقرر أن يكون افتتاحا بلقاء مباشر، ولكن طبعا هذا حدث غلبنا جميعا وينبغي. نعم. أن نتجاوب معه وأن نكون إلى جانب أهلنا. نعم. على الرغم من ذلك دكتور، نعم. نعم. العالم الغربي الحقيقة في تفاعله، وإن كانت الشعوب أيضا فيها خير وبذلت، ولكن الازدواجية الكبيرة في التعاطي مع المصائب والنكبات، بينما نجدهم يدفعون مليارات لأوكرانيا يرسلوا إلى تركيا وسوريا فتاتا لا يكاد يذكر، هذا يدلل على ازدواجيتهم وبعدهم عن الموضوعية وزيف كما تفضلتم. وكما دكتور اسمح لي، نعم، نعود إلى هذا الأسبوع الذي انطلقت فعالياته وسط هذه الأزمة أو الكارثة الكبيرة. وهذا الأسبوع دكتور وهو أسبوع مهم في الحقيقة، ليس هذا عامه الأول أو الثاني، إنما نحن نتحدث عن العام الثالث على التوالي، وعن نجاحات متصاعدة لهذا الأسبوع، مشاركة واسعة من قطاعات الأمة وعلماء الأمة، وأصبح الأسبوع بصمة واضحة في العالم العربي والإسلام بفضل الله رغم انطلاقه منذ فترة قصيرة فقط. لا شك هذا الأسبوع هو، أنت تعلم الأمة مرتبطة بالأقصى وبالقدس وبقضية فلسطين،
ومهما حاول المنبطحون والمطبعون أن يصرفوها عن مشروعها لا يستطيعون. وبالتالي مجرد أن لفت العلماء ومؤسسات علماء الأمة مجتمعة وهي تنسق فيما بينها لمثل هذا المنشط، هناك أكثر من 85 مؤسسة من مؤسسات العلماء التي أعلنت عن هذا الأسبوع. ثم الحقيقة في العام الماضي كان التجاوب والمؤسسات والأحزاب والجهات تجاوزت 360 مؤسسة التي قامت بفعاليات في هذا الأسبوع في البلاد المختلفة، ونحن نأمل أن يكون في هذا العام أضعاف هذا العدد من المؤسسات ومن المناشط في البلاد. وبالتالي الدعوة أن يكون أسبوع القدس في كل بلد من البلاد ليس أسبوع العمل للقدس وإنما تكثيف العمل للقدس. أما العمل للقدس والأقصى وقضية فلسطين هذا عمل دائم ودائب ينبغي أن يكون طوال العام، وهو كذلك بفضل الله تعالى. ولكن هذه محطة وقود ومحطة تقوية وانطلاق وتخطيط وانتقال بالعمل إلى مستوى أعلى، كما حال شهر رمضان المبارك يكون محطة تعبدية إضافية لا تغني عن العبادة طوال العام، كذلك الأمر هذا الأسبوع محطة تقوية وفعل إضافي وهو لا يغني عن الفعل الدائم والمستمر. لا سيما دكتور أن القدس والأقصى يتعرضان لعدوان يومي وتتغول صهيوني واضحين في الآونة الأخيرة، وخاصة مع مجيء حكومة متطرفة مثل حكومة نتنياهو الحالية فيها. هذا العام له نمط خاص وينبغي أن يكون التفاعل معه مختلف، ذلك أن الأقصى والقدس يتعرض لأقصى هجمة ولأقصى جرائم ولأكبر جرائم منذ احتلاله، إذ هذه الحكومة التي هي متطرفة في التطرف، لأن كل حكومات هذا الكيان متطرفة ومجرمة، ولكن هؤلاء يعني قد أعلن ابن عفير وأنهم يريدون هدم الأقصى ويريدون اقتحامه وتهويده. وبالتالي اليوم وهذا الأسبوع هو اختبار للأمة بفاعليتها وحراكها ومواجهتها لهذا العدوان الواضح والذي يقتضي منا الفعل في كل بلد وفي كل موقع. وأنا أبشر الحقيقة بأننا كنا الأسبوع الماضي في موريتانيا ووجدنا التجهيزات والتحرك، وهو الحقيقة هم في عمل دائم، ولكن وجدنا التحرك والاستعداد لأسبوع القدس العالمي. ومن ماليزيا إلى موريتانيا والأمة متفاعلة بإذن الله تعالى، وندعو إلى مزيد من التفاعل والتحرك. عسى الله سبحانه وتعالى أن يبث الوعي في قلوب الجميع والحراك المستمر إن شاء الله حتى تحرير المسجد الأقصى، وهو قريب بإذن الله تعالى. نأمل بإذن الله تعالى أن هذا الحراك يبث الوعي ويحرك الأمة ويجعل هذا طريقا للرد على الطغاة والمطبعين، وهو استفتاء على مشاريع التطبيع المنحدرة التي تقوم بها بعض الحكومات. نعم دكتور، لعل هذا الأسبوع أيضا يمثل فرصة لعلماء الأمة، لا أقول لاستعادة دورهم إنما لتقوية هذا الدور وهذا الارتباط بقضايا الأمة. دورهم بشكل صحيح، لا شك أن العلماء يتصدروا، وبفضل الله تعالى هو الأسبوع هو من إعلان مؤسسات العلماء. نعم، هو الذي أعلن عن هذا الأسبوع مؤسسات علماء الأمة في أكثر من 50 دولة وحوالي 85 مؤسسة، وهم الذين يتابعوا هذا بفضل الله تعالى. يعني نحن في داخل تركيا وفي سوريا طبعا كان مقرر هناك مجموعة من النشاطات، ولكن أمر الله غالب وكلنا مشغولون فيما يجري في تركيا وفي سوريا، لكن في البلاد الأخرى سيكون هذا النشاط مستمر وعلى أعلى مستوى بإذن الله تعالى إن شاء الله. أشكرك جزيلا الدكتور نواف التكروري، رئيس اللجنة العليا لأسبوع القدس العالمي، رئيس هيئة علماء فلسطين، شكرا لك.